فحاجة جميلة يعني، حاجة تفرح جدا. لكن في المقابل النهاردة كان منتخب مصر لكرة اليد اللي احنا أكيد بنعتبرهم برضو أبطال، لأن الناس دي تعبوا جدا جدا على مدار البطولة وعيشونا مغامرة رائعة، وكنا بنعيش معاهم لحظة بلحظة، وكنا بنتابعهم بشكل كبير جدا، لأن احنا تقريبا هنا في مصر اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم هي كرة اليد، فكون انك تبقى في الأربعة الأوائل في الأولمبياد ده أول مرة حاجة، أول مرة تحصل الحاجة دي في تاريخ لعبة جماعية في أولمبياد بشكل عام. النهاردة خسرنا للأسف من أسبانيا بنتيجة 33-31، كنا بنلعب مباراة الميدالية البرونزية، ما كانش فيه توفيق بالنسبة لنا، لكن كل اللي نقدر نقوله إن احنا عندنا لعيبة أبطال وشباب نقدر نبني عليهم، ونقدر إن احنا نساعدهم بشكل كبير جدا وندعمهم بشكل كبير جدا ونهتم بيهم بشكل أكبر، علشان في باريس بإذن الله يقدروا يجيبوا لنا ميدالية. بنحلم بكده وواثقين في كده، لأن كلهم يعني أو معظمهم شباب مميز، ومعظم الشباب دول موجودين في دوريات كبيرة جدا جدا في أوروبا، وده اللي أظهر إمكانيات كبيرة للمنتخب الوطني المصري في أولمبياد طوكيو بالتحديد لكرة اليد. فآه ممكن كان نفسنا في ميدالية ذهبية بعد ما تعشمنا قوي، لكن في نفس الوقت كل التحية والتقدير لهؤلاء الرجال على هذه البطولة المميزة وهذه النتائج الرائعة. لكن في نفس السياق برضو كان النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بحب جدا جدا لما يكون المسؤول الأول في الدولة متابع للرياضة بشكل كبير جدا وبيساند وبيدعم الشباب المصري، وده دور مهم جدا ودافع معنوي غاية في الأهمية لأي شاب مصري بيشارك في أي محفل دولي في أي لعبة رياضية. لما تلاقي رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عنك وبيدعمك وبيسقف لك وبيشيد بيك، فدي حاجة في حد ذاتها كبيرة جدا. فسيادة الرئيس النهاردة قال إيه؟ كان حريص جدا على تهنئة فريق اليد بعد الخسارة من المنتخب الأسباني على الميدالية البرونزية، وقال أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد، أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة. دي كانت كلمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورسالة غاية في الأهمية، ورسالة كمان بتديك دافع لما هو قادم من تحديات عالمية بشكل عام، سواء بقى بطولة عالم أولمبياد بإذن الله بتاعت باريس كمان 3 سنين، فبالتالي حاجة مميزة جدا. بالمناسبة فرنسا هي اللي قدرت تحقق الميدالية الذهبية بعد ما فازت على الدنمارك. الدنمارك أحد يعني أفضل المنتخبات في العالم، وفرنسا اللي احنا عانينا قدامها شوية بالتحديد بسبب حراسة المرمى عندهم، فقدروا ان هم يتوجوا بالميدالية الذهبية، بالتالي الدنمارك فازت بالميدالية الفضية وأسبانيا الميدالية البرونزية. لكن فخورين كل الفخر بمنتخبنا الوطني المصري لكرة اليد. طيب دي طبعا كانت لقطات من مباراة النهاردة اللي ابتدت في تمام الساعة 10 صباحا النهاردة لك، وان شاء الله مستنيين منكم المزيد خلال الفترة اللي جاية. ده كان كل ما يتعلق بأولمبياد طوكيو ومنافسات البعثة المصرية النهاردة، وقلنا كل التفاصيل في الجانب ده، وإن شاء الله بإذن الله النتائج تكون أفضل كمان بعد 3 سنين في باريس. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل أخرى تتعلق بالجانب العالمي، وبعد كده بقى كل الاستعدادات والكواليس الخاصة بالنادي الأهلي قبل مباراة اليوم. استنوني.